مرحبا بكم متابعينا على مواقع التواصل الاجتماعي في أهم الأخبار في دقيقة. في أخبارنا السياسية، الشيخ محمد بن زايد النهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات يبحث مع وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية في إطار زيارة الأخير للعاصمة الإماراتية. في أخبارنا المنوعة، أبل تسعى لتطوير نظام قيادة ذاتية يعتمد على الذكاء الاصطناعي. اليونيسف تحث شركات التكنولوجيا على تعزيز حماية الأطفال على الإنترنت. إيقاف المطربة شيرين عن الغناء حتى منتصف الشهر المقبل بعد امتثالها للتحقيق معها في واقعة الإساءة لنهر النيل أثناء إحياء حفل غنائي لها في الشارقة قبل عدة أشهر.